اهلا بيكم على ماي اون بلاتفورم، ودي الحلقه الرابعه، ودي الحلقه الرابعه او الثالثه، دي الرابعه، دي الحلقه الرابعه. شويه حاجات لازم تعرفهم عن دهب. دهب مدينه مصريه تقع في جنوب سيناء، تبعد عن شرم الشيخ ما يقارب من 100 كيلومتر. كلام كبير قوي وانا ما بحبوش. تعال نتكلم عن دهب بشكل تاني. يعني لو انت بتفكر تيجي دهب كسياحة او كشغل، فتعال بقى اعرفكم شوية حاجات عن دهب. اول حاجة، ممنوع استخدام الشنط البلاستيك في دهب. طبعا الحوار ده لسه متطبق من فترة قريبة قوي، قبل كده كان عادي الناس بتستخدم الشنط البلاستيك عادي، دلوقتي بقى ممنوع استخدام البلاستيك وتم تبديلها بهذه الشنط. خلي سيناء نظيفة. ودلوقتي دهب بالفعل رسميا بتطبق القانون ده، وبقى ممنوع استخدام الشنط البلاستيك، واللي بيتم استخدامه دلوقتي هو الورقيات، حتى وان في بعض الاماكن يعني لسه بتستخدم بلاستيك، ولكن خلاص يعني الموضوع شغال ان هو هيبقى ممنوع استخدامه 100%. وطبعا ده عشان البلاستيك بيضر بالبيئه البحريه والكلام ده. وبنشوف احنا الصوره بتاعه السلحفه اللي الكيس داخل في دماغها دي كده، اللي بيبقى عامل زي كيسه، اللي هو الكيس بيبقى داخل في دماغها كده، فبتموت طبعا. يعني تاني حاجة لازم تعرفها عن دهب برضو هي الكلاب. لو انت بتخاف من الكلاب، طب من الموضوع هنا ده بسيط خالص قوي. الكلاب هنا في الشارع بتمشي عاملة يعني زي القطط تقريبا، في حد لعب في السيستم بتاعها عامل لها تحويل، ما تفهمش ايه اللي بيحصل، بس الكلاب هنا فريندلي جدا، ولا هتلاقي كلب بيجري وراك ولا بيهوهو عليك، كلهم انتخين كده وبيناموا. يعني تبقى في دوشه في كافيه او في اي حاجه، ودول نايمين على الباب بره كده منتخين، واللي داخل بيعدي من عليهم كده عادي، ما بيتحركوش خالص يعني. فما فيش داعي تخاف من اي كلب تشوفه هنا في دهب يعني. الشتاء، لو انت من الناس اللي بتحب تسافر الاماكن المخصوص، يعني مثلا اعرف ان في ناس بتحب تنزل اسكندريه مخصوص في الشتاء، اللي بيروح اسوان مخصوص في الشتاء، فدهب في الشتاء يعني لو انت بتحب المطره فهي مش بتمطر خالص، تقريبا ممكن يوم واحد او يومين. انا بالنسبه لي انا حضرتها يومين مطره هنا في السنه دي، لكن في العادي يعني في الايام العاديه هي ممكن يوم واحد بس في الشتاء اللي بتمطر فيه، وبتبقى فاضيه جدا في الشتاء، ما فيهاش حد خالص يعني. الامان في دهب يعني معروف ان هي مدينه امنه جدا يعني. يعني انا اصلا شخصيا عندي مشكلة ان انا اسيب العربية مفتوحة في الشارع وانزل اروح اجيب حاجة، اسيب اللابتوب في مكان وامشي، ان انا احط موبايلي كده في اي حتة. انا عندي مشكلة في الحاجات دي، مش بعرف اعمل كده. الدنيا هنا لا، مفيش عادي، ممكن بقى بتمشي بالليل تلاقي الناس العربيات مفتوحة، وتلاقي كل حاجة يعني البضاعة في المحلات في الشوارع، الناس بتقفل وبتسيب البضاعة بتاعت المحلات بره في الشارع عادي، مفيش حد بيقرب لاي حاجة. بس طبعا يعني الامانة تحتم عليا ان انا اقول حاجة، ان الاسبوع اللي فات العجلة بتاعت واحد صاحبي اتسرقت، يعني هي رجعت تاني بس اتسرقت يعني، فكان لازم اقول كده. بس طبعا في العموم لا، البلد امان جدا يعني. خامس حاجه لازم تعرفها عن دهب، ان هي من اول او من اوائل المدن عالميا في الغطس. انا مش عارف انت عارف المعلومه دي بقى ولا لا يعني، بس انا لازم اقولها، حتى لو انت عارفها هقولها لك برضه. تعتبر من اولى الوجهات لكل يعني لاغلب السياح، ان هم بييجوا يغطسوا هنا بسبب طبعا الشعاب بقى اللي فيها والاماكن والمحميات الطبيعيه الفوق العاديه يعني اللي هنا. فبس ففي ناس بتطلع من بيتها بتدفع تذاكر وبتيجي مخصوص علشان يعملوا دايفنج بس في دهب. سادس حاجه، البلو هول. البلو هول ده من اشهر الاماكن في دهب هنا، وانا شخصيا بعتبر ان انت لو وصلت دهب وما رحتش البلو هول يبقى انت كأنك ما جيتش هنا اصلا. يعني ايه بقى البلو هول ده؟ البلو هول ده بيقول يعني ان هو حفره اتكونت من ملايين السنين بسبب نيزك نزل على الارض، ده ما يقال يعني بقى مش عارف بقى، وعمل حفره كده كبيره في الارض، وبقت الحفره دي بقى شعب بقى وحاجات حلوه كده. بس طبعا يعني مش اي حد بيغطس هناك، اسمه مقبره غواصين. ليه؟ لان في حالات غرق لغواصين كتيره حصلت هناك على فترات متباعده، يعني هم ممكن ما يوصلوش لحد 50 او 60 واحد، ولكن مسجل حالات وفيات او حالات غرق
الغواصين هناك، وللاسف يعني الغواصين اللي غرقوا هناك دول كان معاهم شهادات وكده يعني. فدلوقتي بقى ممنوع الغطس هناك لاي حد معهوش شهادات للغطس، لكن طبعا الناس العاديه تقدر تروح كده تعمل سنوركلينج بس من فوق وتعوم كده من فوق شبه انا، لان انا اصلا ما بعرفش اعوم بنزل بلايف جاكيت. الفضايح دي فمش اي حد بيغطس هناك. اخيرا وليس اخيرا واخيرا وليس اخيرا البساطه اخر حاجه انا عمال افكر فهي دي اخر حاجه هقولها. البساطه، دهب اصلا مدينه بسيطه جدا يعني، فما فيهاش اي نوع من انواع الافتكاسات بتاعه المظاهر بقى، ولا الفيلل ولا العربيات اللي مش عارف، مفيش الكلام ده خالص. البيوت هنا بسيطه، السياحه نفسها بسيطه فيها، الحركه خفيفه قوي، انت ما فيهاش زحمه، الروح بتاعتها هاديه، فده اللي بيميزها. فلو انت جاي عايز تفتكس فيها اي حاجه من الحاجات الحديثة بتاعت المدينة دي مش هتعرف، ومش هتتبسط، ومش هتستمتع بالاجازة بتاعتك اللي انت جاي تقضيها في ده. طبعا لو انت فكرت تيجي دهب في اي وقت يعني ممكن تديني رنة ونتقابل وكده، بس في الاغلب انا اكون نزلت يعني، فانا نزل يوم 1/11 عيد ميلادي، 1/11 ده عيد ميلادي. ففي حل تاني بقى لو انت ايه مش هتلاقيني هنا، الحل التاني ان انت تعمل اشتراك في القناة وتستنى الحلقات اللي جاية، واشوفكم على خير. باي باي.